السلام عليكم البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هاد كوكيز هذا اللي تحضروه لوليداتكم اللي تيجي زوين في المذاق، غيعجبكم ان شاء الله بطريقه سهله. ومكونات اللي غتكون عندكم ان شاء الله في الدار، مكونات اللي هما اقتصاديين. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ولا عجبكم كيف ما العاده ما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج ومن التعليقات ديالكم الزوينه. يلا البنات غادي نمشيو باش نشوفوا المكونات باش غادي نحضروا هاد الكوكيز هذا اللي غادي يعجبكم ان شاء الله بزاف بزاف. يلا ندوزو على بركة الله. انتما البنات المكونات اللي عندنا هما هادو كيف ما تتشوفوا. عندنا هنايا كاس ديال الزيت بالنسبه لكاس، كاس ديال العنبه، وعندنا جوج معالق ديال الكاكاو اللي عامرين، كاكاو مر، كاس ديال السكر سنيده. المكونات راهم بساط. نحتاج معلقه كبيره ديال نسكافي او قهوه سريعه الذوبان، نحتاج 4 ديال البيضات. الا كان عندكم البيض كبير غادي ديروا غير 3، ولا كان صغير غادي ديروا 4 ديال البيضات. نحتاجوا خماره حمراء وبيبيت شوكولا. انا ما عنديش، عوضتو بهذا الشكلاط كيف ما شفتوا اللي عندي ديال التزيين، حتى هو راه تيستحمل الحراره ديال الفران، ولكن ديروا البيبيت شوكولا الا عندكم، انا ما عنديش. وبالنسبه اللي ما لقاش يمكن له يعوضوا غير بالشكلاط العادي، قطعوا مربعات صغيره ويستعملوا الواحد، ما يصعبش عليه الامور. هانتوما البنات انا خد داك البيض، غادي ندير 4 ديال البيضات كيف ما تتشوفوا. الطريقه راه ساهله وغادي يعجبكم ان شاء الله، غادي يجيكم لذيذ الا جربتوه. غديروا ان شاء الله الوليدات ديالكم دغيا غادي ياكلوهم. صافي البنات غادي نوضع هنا 4 ديال البيضات، وغادي نضيف عليهم داك الكاس ديال السكر سنيده كيف ما تتشوفوا. وغادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان. حاولوا تضربوا مزيان داك السكر مع البيض حتى يندمجوا مزيان. الطريقه راها واضحه كيف ما تتشوفوا. بالنسبه لهاد الكوكيز هذا دابا عطيو لوليداتكم يجربوه في الدار، جالسين جالسين دابا مع هاد العطله هادي، الواحد يعطيهم يعتمدوا على رؤوسهم. انا هذا راه بنتي هي اللي صايبته هنا، انا يلا تنقول لكم دابا المقادير، اما راه البنت ديالي في الصراحه هي اللي قداتو. انتما البنات هنايا غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، ضروري مقريص هاد الملحه لان الملحه هي اللي تتحسن الذوق ديال هادشي اللي تيكون حلو. دائما الحاجه الحلوه البنات ضروري تضيفوا فيها شويه ديال الملحه، لان الملحه مع الحلاوه تتخرج لنا النكهات كاع اللي دايرين في اي حاجه حضرناها حلوه. صافي غادي نضيف داك الكاس ديال الزيت حتى هو، ونحاول عاوتاني نخلط مزيان، ولا راها تتخلط مزيان بحال بحال هي قالت لك ما تهدرش داكشي باش عاودت انا الفيديو عاودت له المونتاج. صافي هنا غادي نزيدو ديك المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، تكون معلقه كبيره البنات، راكم عارفين المذاق ديال القهوه مع الكاكاو، المذاق كيف تيكون زائد الشكلاط. انتما راكم غادي تلاحظوا غير المكونات راه غيكون المذاق زوين. صافي غنضيفو دابا داك الكاكاو، انا حاولت ما نسرعش الفيديو، نخليه غير بشويه باش البنيات المبتدئات ولا الوليدات اللي عندهم رغبه. كاين الوليدات تاهما تبارك الله الدراري اللي تيبغيو تاهما يجربوا هكا، الا كانوا كبيرين يدخلوا علاش لا الكوزينه ويعاونوا والديهم مزيان، تعطيو لولادكم مره مره يجربوا الحاجه، حيت لما تعلموش ولادنا في ديورنا راه ما عندهمش فين غادي يتعلموا، ضروري حنا اللي غادي نصبروا معاهم واخا يخسروا لنا الحاجه ولا يرونوها، حنا غادي نصبروا معاهم كيف ما كان الحال. صافي البنات نخلطوا دوك المقادير هانتوما كيف ما شفتوا حتى يندمجوا لنا مزيان. فهاد المرحله هذه يمكن لكم ديروا هاد المقادير البنات، بالنسبه الا جاتكم هاد المرحله هذه فيها الخدمه بزاف، ديروا كل شيء في الخلاط وطحنوه، وعاد من بعد خويوه في شي اناء، وعاد زيدوا الدقيق والخماره غتخليوهم هما التاليين. اللي عنده الخلاط الكهربائي يمكن له يخلط البنات هاد المقادير كامله، البيض مع السكر مع القهوه مع الكاكاو، كلشي ديروه في الخلاط الكهربائي، السكر والزيت تخلطوهم
وتخوم في شي اناء، عاد من بعد تبقاو تضيفوا الدقيق والخمار. حاولت نبسط لكم بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش عاد يبقاو يخلطوا بيديهم. صافي البنات في هذه المرحله هذه غادي نبقى نضيف الدقيق، هنا غنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للقوام ديالها راه تيكون خفيف، ما تيكونش ثقيل وما تتكونش جاريه في نفس الوقت. العجينه ديالها القوام ديالها تتكون بحال لاباط ديال الصابلي. انتما كيف ما تشوفوا، ونخليكم دابا مع الفيديو. صافي هانتوما كيف ما شفتوا هذه المرحله هذه غادي تلوحوا داك بيبي شوكولا او الشكلاط اللي غادي تستعملوا المكونات اللي عندكم. كيف ما قلت لكم قديو داك الشيء اللي عندكم، هو خصو بيبي شوكولا، ولكن اللي ما عندوش يقدي باللي عنده. صافي وغادي نكملوا التحرك ديالنا كيف ما تتشوفوا، وغادي نزيدوا الدقيق حتى يتجمع لنا الخليط. صافي البنات في هذه المرحله هذه هانتوما راه غير بالصبعان تيتخلط كيف ما شفتوا، تخلطوا غير بالصبعان ديالها. حاولوا ما تبقاوش تدلكوه وتديه وتجيبوه بزاف، دخلوا له الطحين غير بشويه بشويه حتى تحصلوا على القوام ديالو رطب. هنا هانتوما تشوفوا القوام ديالهم اللي غادي تكملوا. دائما ما تزربوش وتكبوا الطحين بزاف، غير شويه بشويه باش تحكموا فيه. غنخليكم دابا مع الفيديو. هانتوما هذا هو القوام ديالها البنات، هذه العجينه ديالنا كيف ما تتشوفوا راه رطبه ما قاصحاش. صافي دابا غادي تبدا هنا تكورها، تاخذوا شي طبيصير فيه شويه ديال الماء باش ما تلصق لكمش العجينه في يديكم. بالنسبه للكويرات البنات ديروهم غير صغيرين، ما ديروش الكويرات بزاف الا بغيتوا تخرج لكم كميه كبيره، واصلا راه تيكبر في القزديره تزيد يصيح زعما في الفران. ديرو غي صغير، انا راه هي دارت هذا الحجم هذا وقلت لها زيدي نقصي منه، ضروري ديروا الحجم صغير منها تيجي صافي المنظر زوين وتيخرج لكم كميه كبيره. صافي غتبقى هكا مستمره حتى تعمر اللاطه ونعاود نتلاقى معاكم. بغيتو يجيكم كبير تزيدو تكبرو الحجم ديالو، بغيتو تزيدو كوكيز ديالكم يجيكم مشقق من الفوق
ديروه لتحت وغطلعوه الفوق، ولا بغيتو يجيكم عادي غطيبوه الفوق وديروه لتحت تحمر كيفما موارفين. انا غنوريكم الشكل ديالو النهائي.